5 أيام كاملة منحت للأحزاب السياسية والقوائم الحرة لإيداع استمارات الترشح لتشريعيات 12 جوان. 57 حزب سياسي أعلن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، لكن العديد منها لم توفق حتى الآن في جمع 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية كما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات. حركة الإصلاح الوطني استوفت ذلك الشرط في غالبية الولايات التي جمعنا فيها الاستمارات، ولتعذر إيداع وتمكن من بعض المحاضر، محاضر يعني مراقبة التوقيعات في بعض الولايات، تأخر يعني جمع العدد المطلوب إجمالا على المستوى الوطني. ولكن في ظل هذا يعني هذا التمديد الأمر أصبح يعني ممكنا وفي المتناول. المهلة الممنوحة لجمع التوقيعات اعتبرتها الأحزاب التي لم تستوفي الشروط القانونية فرصة وإن كانت ضئيلة لمسابقة الزمن وتحقيق النصاب لخوض غمار تشريعيات 12 جوان. نحن كحزب النضال الوطني رنا عدد الإمضاءات المقبولة من طرف السلطة هي 21 ألف الموجود، المحاضر موجودين هنا بالمكتب الوطني، وهذا القرار اللي أخذه الرئيس صاحبنا قاعدنا ونباركوا له لهذا القرار باش نخدموا الفرصة باش هذه 3000 ولا 4000 إن شاء الله نجيبوها. تمديد آجال إيداع ملفات الترشح اختبار حقيقي لبعض التشكيلات السياسية للالتحاق وعدم تضييع فرصة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.